أولاً مبروك، الحمد لله أنجزنا كأس العالم، نظمنا على أعلى مستوى، الحمد لله. أولاً مبروك لحضرتك. أستاذ أحمد، أنا يعني بشكرك، أنت يعني كنت رفيق تحت كده من البداية معانا، وأشرت لنقاط كتير جدا من بداية التفكير في البطولة والبداية العملية واستعراضك لمنشآتنا الجميلة جوه مصر وبره مصر. الحمد لله النهارده يعني كان محفل كبير جدا، نعتز ونفتخر ان العالم كله كان في مصر والعالم كله مشي بسلام. سلام، شاف السلام الامني، شاف السلام الصحي، شاف حاجات الحمد لله يعني الدنيا كلها اشاد بيها. البطوله وقفت وراها الدوله المصريه متمثله في فخامه الرئيس، متمثله في دوله رئيس الوزراء، متمثله في يعني كل وزراء مصر وراء هذا النجاح الكبير اللي اشاد بيه، سواء رساله توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه اللي قال هنستفاد كتير من هذه البطوله للدوره الاولمبيه، يعني الدول اللي قالت احنا لازم نعرف تعاملكم ايه اللي هيستضيف كاس العالم اللي جاي. الحمد لله يعني مصر اخذت ما تستحق من خلال هذا المحفل الرياضي الكبير باثاره يعني كبيره جدا جدا جدا. وايضا الجانب الرياضي اللي فيه شفنا يعني ولادنا كفاح شباب مصر لغايه اخر درجه واخر نقطه بهذا الشكل. يكفي ان الفرقتين اللي يعني احنا تعادلنا مع فرقه وعملنا مشوار كبير جدا مع الفرقه الثانيه هم اللي لعبوا على النهائي، ده دليل على دنمارك والسويد. صحيح، طبعا دنمارك والسويد، واول مره في تاريخ الهاندبول يحصل اكسترا تايم مرتين بهذا الشكل. الحمد لله يعني النهارده كانت فرحه على الجميع، ودوله رئيس الوزراء يعني واقف معانا من البدايه لغايه النهايه ويعني كسبنا التحدي، كسبنا، كنا قدام تحدي وكسبناه. احنا البطوله دي كان فيها تحديات كتيره جدا جدا للدوله المصريه، وقت قليل جدا ان احنا نبني ونخلص انشاءاتنا، وقت يعني مفهوم البطوله واستيعاب الاعداد الكتيره دي. والبطوله الثالثه هي بطوله كورونا، يعني احنا كنا بنعمل بطوله العالم للكورونا وبعدين في النص البطوله الطبيعيه. نعم. وطبعا قبلهما الانشاءات، وطبعا تعاوننا مع الهيئه الهندسيه ان هي يعني تخلص هذه التحف بهذا الشكل. يعني سياده الوزير، بصراحه وصلنا الحمد لله لهذا اليوم والختام، ايه الملاحظات عايز اتكلم اللي كنا نتمنى انها تبقى موجوده وما عرفتهاش نعملها غير الجمهور؟ هل في حاجه غير الجمهور فقط؟ بص يعني انا دايما بعمل في شغلي ايفالويشن، يعني نيجي نعمل كده نقعد بعد ما الحدث على طول، نجيب كل المفرده ونحلل المفرده بكل مجملاتها. احنا ما عندناش حاجه غير ان افتقدنا ان البطوله يكون ليها جماهير ويكون في سوق رياضي زي ما عملنا في كاس الامم الافريقيه 2019، محفل خارج الصاله وداخل الصاله، ويعني احداث بيسموها الفان زون، احداث كده ناس بتلعب العاب الكترونيه وناس شركات عارضه وجماهير بالاسر جايه. ده الحاجه الوحيده اللي افتقدناها، لكن يعني يمكن افتقدنا جماهير لكن كسبنا بطوله، لان المعادله كانت يعني في الاخر صعبه، يعني ان احنا يكون في جماهير، وده من خلال الاتحاد الدولي والدول اللي موجوده علشان الدول تيجي. ويعني يمكن انا عايز اقول لك كان في تخوف لغايه اخر لحظه، وعملنا مجهود كبير جدا ان احنا نعرض لهم مجهودات الدوله المصريه. تخوف من المشاركه، تخوف المشاركة، وعشان يعني كان ممكن في وقت من الاوقات ما نلاقيش حد جاي او كله مش هتتلغي البطولة، او نسبة كبيرة طبعا. لان العالم كله بيعمل لوك داون، بيقفل، وفي زيادة الانتشار في كل الدنيا كلها. عشان كده يمكن الاجابة اللي هقولها لاول مرة الوزير. يعني ازاي اقنعناهم؟ بص حضرتك، اولا فكرنا في موضوع البابل والتأمين الكبير الطبي. ثانيا قلنا نخاطب الناس ازاي، ويمكن ده يمكن بقوله لاول مرة، فكرت في فكره ان احنا نعمل ده في هيئه الاستعلامات. ليه اخترنا هيئه الاستعلامات؟ لان هنجيب كل وكالات الانباء الداخليه، كل السفراء الدول، وهنفتح من خلال الاتحاد الدولي مع كل الوفود بره مصر والدول بره مصر. وعملنا برزنتيشن كبير جدا للفور بابلز اللي موجود،
الفور بابل ده اجتمع فيه لجنة طبية من الاتحاد الدولي، لكن هو ابتكار مصري أصيل. دكتور حازم خميس ووزارة الصحة، ووزارة الصحة توالت بعد كده في التنفيذ بشكل يعني مبهر، اللي بشكرهم يعني. كمان الأمن وإيه مفرداته، وعملنا ديتيل وخدنا من 110 واحد من بره مصر أسئلة في المؤتمر الصحفي، وجاوبنا من خلال الاتحاد الدولي. والسفراء عملوا تقريرهم، وانا يعني متذكر جدا بعد ما خلصنا جه السفير الياباني قال لي على طول احنا هنيجي بدري، وخد شويه بيانات كتيره جدا، وفعلا جه عمل المعسكر بتاعه بدري في القاهره، ثم يعني في اسكندريه الملعب بتاعه، وبقيه الدول الحمد لله. كمان الفلتره الكبيره جدا اللي حصلت من خلال الدقة لوزارة الصحة في استقبال والمطار ومفاهماته وأداؤه معانا وتخلية، إن على طول بنعرف مين عنده جاي من بلده بشكل دوكيومنتري ومدقق، هنحتجزه أو هيرجع، ومين هيدخل البابل ما أسميناه البابل. فيعني ما سبناش تفاصيل. أول يوم بعد ما جبنا الفرق وبدأ كان في ارتباك. أول يوم ارتباك بدأ يعني ملاحظات، حد من احد الدول قال احنا مش حاسين يعني اننا واحد وصغير في السن علشان داخلين ودخلوا البابل ومش عارف لسه، وفي القياس اللي بيتعمل لكل الناس اللي داخله. فتعاملنا بشكل محترف جدا، عملنا اجتماع على طول، صممت ان احنا نعمل اجتماع مع رؤساء الوفود في وجود معالي وزيرة الصحة، في وجود ممثل الداخلية، في وجود وزير الشباب والرياضة، في وجود رئيس الاتحاد الدولي، في وجود اللجنة المنظمة، وأخذنا يعني كل الأسئلة وجاوبنا على كل الحاجات. بعدها على طول عملنا اجتماع مع كل مديري الصالات، في عندنا اثنين، مدير الرياضي اللي هو بيتولى الصالة من بره واحتياجاتها، والفينيو مانجر اللي هو جوه البابل من الداخل، مع منظمة الاتحاد الدولي. الحقيقة قدرنا ان احنا نوفق تفاصيل كتير تغلبنا عليها بسرعه، لدرجه ان احنا طب عامل النظافه دخلنا الناس بتوع النظافه، ودي من شركه المدن احدى شركات الوزاره في الحقيقه، لبسناهم لبس زي اللبس الواقي التام، بيدخل يعمل الشيفتات بتاعه ويخرج. تغلبنا على هذه المشكله لان كله في البابل مين وفين. فالحقيقه اليوم الاولاني كنا السؤال بيجاوب على السؤال بتاع حضرتك، المشكلات كنا خلصنا كل مشكلاتنا، وبدا الناس بعد كده اليوم الثاني كان في حرص ان هو مش عايز يخرج الهرم، مش هيخرج من مكانه، بدا يطلبوا ان هم يروحوا الاهرامات والصور الجميله اللي موجوده، بداوا يعبروا تعبيرات ايجابيه. بعد اليوم الاولاني اللي في اسكندريه طلع على البلاج، صور بتلقاء نفسه، بعت بره مصر. يعني رحله جميله جدا عملناها من 13 يناير حتى 31 يناير. اتشافت قد ايه عدد المتابعه للبطوله؟ بص احنا بنعمل اكونت ليها عندنا كان بيبث ليها 185 دوله. ايوه بيبث لي مباشر. يعني حضرتك عدد المباريات اللي دخلت بعد الايام بعد المشاهده. الصوت سياده الوزير حضرتك اتحركت، معلش اتحركت؟ طب معلش تمام، لا عايز اسمع حضرتك معلش تاني. طب سيادة الوزير اسانسير ولا لا؟ لا تاني سيادة الوزير صوت. طيب هنحاول لو لحقنا بسرعه قبل ما نروح للاستاذ كرم جبر كمان عشان ما نتاخرش عليه، لو لحقنا سياده الوزير عشان الجزء ده مهم قبل ما نطلع فاصل، واستقبل ضيفي الكريم كاتب الكبير الاستاذ كرم جبر، نتحدث عن الاعلام ومسؤوليات الاعلام والاجراءات اللي اخذتها امبارح او اللي اخذها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام امبارح بحاله عدد من مواقع والصحف تناولوا اخبار كثيره عن بعض الامور الخاصه بقضايا. يعني نرجع مرة ثانية سيادة الوزير، حضرتك قلت لي 85 دولة بس مباشر. 185 دولة على مستوى العالم كان عندها بث مباشر لكل مجريات البطولة. فاحنا طبعا بنعمل الاكونت او التعداد بتاع النسب المشاهدة عبر التلفزيون على مستوى العالم، ودي هتتخطى ارقام كتير جدا، يعني حوالي اضرب كل دولة في فريقها بيلعب كم مباراة في عدد الايام.
في المباريات اللي موجودة. يعني احنا لوحدينا اليوم بتاع الدنمارك ده للتعادلات دي في اليوم كان بيشوف في مصر بس يعني. فاحنا طبعا والدنمارك يعني انا عارف 4 مليون في الدنمارك من 5 مليون عدد سكانهم، 5 كان بيتفرج 4 بالظبط. بتكلم بجد طبعا معلوم. طبعا نعم مصر شاهدها خلال الثلاث اسابيع اللي موجودين وزياده يعني. ارقام انا واثق لما يطلع العدد تتخطى المليار. مشاهده تلفزيونيه غير السوشيال ميديا واحتلالها غير الجرايد الرسميه اللي احنا يعني قدرنا بنجاح ان احنا نجيب ايه اللي بيتكتب في كل الجرايد اللي كانت بتكتب حتى يعني حاجات احنا ما كانتش عجبانا قبل كده. كتبت حاجات مش على البطوله يعني عموما يعني عن مصر. كتب دعايه كلام كبير جدا طبعا كلام كبير جدا. ببساطة لو في أي حدث يعني بتكلم على حدث كبير زي كده، لو أي حدث بتعمل حملة علاقات عامة وتاخد هوا ومكتوب والآخره ودفعت فيها كتير جدا مش ممكن يساوي اللي حصل في هذه البطولة عن مصر. سيادة الوزير يعني مرة تانية مبروك لحضرتك، مبروك لكل واحد كان له مساهمة كبيرة في إنجاح هذه البطولة والوصول للمباراة النهائية. هل في إصابات؟ لأنه سلوفينيا لما بعد ما غلبناهم قال لك إن إحنا حصل عندنا تسمم في مصر، إيه الحكاية؟ تعاملنا بكل الاحترافية بالليد يعني ما بنكتبش وقعة. في الحقيقة كمان إحنا جبنا بيلاروسيا اللي كانوا بياكلوا معاهم كمان فريق الدنمارك والفريق الصحي وزارة الصحة موجودة. هم بعد الماتش كانوا تقريبا عايزين تقرير ورقي فقط لا غير، لكن وزارة الصحة موجودين شبه المستشفى جوه، طلبت بتعمل لهم حالا دلوقتي تحليل وعينات وحاجات زي كده، رفضوا. الناس اللي كانت موجودة معاها في نفس الفندق كتبوا وقالوا الكلام ده يعني عاري من الصحة تماما. هم كانوا لخبطوا وخدوا حاجات تانية من بره البابل، عارف عين ايه وحاجات كده يعني، اللي هي عملت للبعض يعني زي قال انه خرج عن الجزء الصحي بتاعنا، لكن الكلام ده نافي وتعاملنا معاه احترافيا من خلال الميديا والوقائع المكتوبة. والاتحاد الدولي طبعا طلع وبرضه كتب الكلام ده مش صحيح، انه الكلام ده غير صحيح. صحيح. بشكرك دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة.